وانا ساح سوري. يلا جاهز جاهز، يلا 3 2 1. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مين كامل او محمود كامل. والنهارده يا شباب ايوه هنشرب مشروب غريب جدا. ومشروب النهارده مشروب ايه يا ابو السحسيح؟ قول لي. ها مشروب كيسي ميسي. الكيسي ميسي ده قالت لي مرات مين؟ مرات مين؟ مرات بوبي بلاي تايم. بوبي بلاي تايم. وزي ما انتم شايفين ساس تحت هنا، شايفين ساس. اه ساس ازيك عامل ايه؟ تحت اهو شايفينه؟ يا اسطى في ايه؟ بص لي فوق، بص لي فوق، قول لي فوق، قول لي شايف لك. السلام عليكم. انك يا شباب النهارده انا وساس النهارده قررنا ان احنا نجيب المشروب الغريب اللي موجود في القريه هنا، والنهارده يا شباب هنشرب المشروب دوت وبالفيس كام انا وساس. فعايز رايكم في الفكره ديت، وكمان يا شباب تحط لايك وتشتركوا في القناه المشتركين وتفعلوا زر التنبيهات. المقطع ده لو وصل 50,000 لايك ساس الفيس كام بتاعته مش هتتشال لمده 10 فيديوهات من تحت كده. المقطع ده لو وصل 50,000 لايك في يوم واحد بس والله هعملها 10 فيديوهات. متخيل يعني 10 في 20 دقيقه، يعني تقريبا 2 في 10 ب ماشي، يبقى 200 دقيقه. 200 دقيقه يعني تقريبا 4 ساعات يا عيال هيفضل تحت كده. بقول يا شباب يا جماعه قبل ما ابدا المقطع بتمنى من كل واحد قاعد بيتفرج على المقطع ده انه يصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، اذكر الله لا اله الا الله. بتمنى من كل واحد قاعد بيتفرج ولسه ما عملش لايك يضغط لايك ويشترك في القناه ويفعل زر التنبيهات. ويلا بينا يا عيال نخش على فكره مقطع النهارده. طبعا ابو السحسيح النهارده هو اللي هيساعدني لان عارف السحسيح ما بيخافش، هيساعدني النهارده ان احنا نروح عند زوجه بوبي الشرير او اللي هي اسمها الكيسي ميسي، زوجة الهاجي واجي. وطبعا الشباب اللي احنا هنعمله في كل ده ان احنا نشرب المشروب الغريب وناخد القدرات الخارقه بتاعتها ونساعد بيها اهل القريه. والرغم من اهل القريه قال ان زي ما انتم شايفين قاعدين في الصحراء عندهم الميه هنا مالحه فما بيقدروش ان هم يشربوا منها، ما عندهمش غير بئر واحد صغير وما بيكفيش اهل القريه. فانا وسحس ولا انت 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 قاعد بتعمل ايه؟ انا حاسك قاعد بتعمل حاجه. اه بتعمل ايه؟ انا مش حاجه. ماشي ماشي تعال 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 بدل ما اديك على وشك وانت تحت كده اديك على وشك والله. ولا انا بص انا هشيل المرتبه دي والزقها في دماغي. اوكي تعالوا ندور على المكان العالي اللي موجود فيه اللي هو المكان الغريب او المكان اللي هو ليه علاقه. لسه بقول بدور على المكان اللي ليه علاقه بالكيسي ميسي. اول ما بص اعوذ بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيسي ميسي بوشن بوتشن ريوردز ميشن. طب هي الريوردز ليه بتضحك والميشن ليه سيئه كده؟ هو قال لا هو في ايه يعني؟ عرفنا بس دي اتس نوت جود يعني. اند ريوردز اتس ذا سمثينج يو جيت افتر ميشنز افتر نون الصباح الباكر. اوكي يا عيال فهو ما عندوش غير مشروب واحد، ف 100% نص ليا ونص لابو السحسيح، محدش فينا ياخده لوحده لان اساس لو انت لوحدك او انا لوحدي هيقلب بالشر، فانت نص وانا نص ماشي. فبسم الله الرحمن الرحيم خلونا نفتح الشباب الصناديق. هنا في عندنا بوك وهنا الصندوق الفاضي اتوقع الاغراض اللي هنجيبها هنحطها هنا. خلونا نجيب الشباب اللي هو الغرض اللي موجود هنا البوك اند كواي بوك اند كوايل صح؟ ايوه الشباب. ونفتح 3 2 1 اوكي. تو جيت كيسي ميسي بوشن يو ماست كومبليت ذيس انسين ميشن بلس انسين بازلز. ايه ده؟ يعني ميشن والغاز ميشن بلس بلس يعني زائد. ولد ولد انا متعلم اجنبي يا ولد ولد ولد. اوكي ميشن 1 10 فيش دي 20 فيش. اوكي 20 فيش والنبي اساسا يعني يا ريت تكراري بقيه الميشنات يعني بعد اذنك، اصل انا عندي والله السم مش ظاهر على الشاشه مش عارف ايه اللي حصل. اسمع بقى عشان عندي اقرا اللغة اقرا بالاكسن بالاكسن اقرا. ايوه to get kissy messy potion okay. ايوه you must complete this insane missions plus insane puzzles. ايوه ماشي اتفضل. mission 1 ايوه 20 fish. اه لا ركز 20 20 20 يعني انت دلوقتي عايز شاي ولا قهوة؟ مش عارف امشي حاجة. عايز 20 في السمكة. اوكي طيب 20 سمكة وايه تاني؟ وافتر ذس افتر ذس ميشنز بليت ذس يعني ما تخلص دول. ايوه حل دي بقى. ميشن 2 ريموف اول بلوك اوف كلاي ماشي ان ذس فيليج. يعني نشيل كل الكلاي اللي في القرية اللي مش عارف هو فين. كل الكلاي اللي موجود في القرية ده العمدان وال ده كلاي ده؟ ايوه ده كلاي بس بتكسر بالبيكاكس طبعا اسرع. هنحتاج بيكاكس ايرون. ياب ده كلي ياب بس احسن على فكره من الستون يعني. اوكي مفيش مشكله. طيب وايه تاني؟ نكمل بقى
ماشي 20 سمكه وتكسر بلوكات. Take this insane puzzle. ايه ده insane puzzle. تمام puzzle اللي puzzle 1 puzzle 1 who say مين اللي بيعمل هم؟ ايوه اللي بيعمل هم كده ده الكروي صح يا عيال اكتبوا تحت في الكومنتات. استنى 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 اسمع تاني استنى استنى اهو اهو بص هو هو بيقول اللي هي العادية بتاعته. تمام ايوه ماشي. اللي بعديها بقى بيقول لك ايه this not insane يعني دي مش صعبة. دي اقرأ اللي بعديها اللي بعديها ابو صحيح. قلبي ايه mission 3 get 6 diamond. انا عايز اكسر رجليه وعايز اجيب له انا العب انت والايرون جولم واقع هنا وفي كروين هنا. اقرا كده يا محمود اقرا. انا مش عارف اقرا على فكره لان عندي السهم مش ظاهر. قول لي قول لي انت قول لي انت اقرا. في في كاتب يعني مكتوب هاف ا باد لك ام كامل حظ سيء ليك انت كامل ومش لسعد. ماشي ماشي حتى اللعبه معاه حتى اللعبه معاه. ايه ده ثاني ده كاتب لي دونت فورجيت ما تنساش يا سحس $10,000. مفيش حاجه محمود قلت عليك فلوس ولا ابو سعدينا والله الصراحه مش عارف. بس المهم خلونا دلوقتي اللي احنا نعمله ان احنا نبدا ان احنا نعمل مشينات ديت محتاجين بيكاكس واحد والبيكاكس الواحد علينا وعلى الايرون جولم. هنجيب الايرون جولم ندعكه كده وعلى طول بعد ما ندعك الايرون جولم ناخد الايرون بتاعه في اتنين ايرون جولم فدي حاجه كويسه جدا. في واحد في الكهف تحت وفي واحد فوق هنا ابو السحسيح. وعندنا ايه كمان عندنا حداد. ورينا حداد فين بتاع حداد ده اتوقع يبقى عندنا حداد. خلونا نروح الحداد الاول يعني يمكن نلاقي الكام حبات ايرون عند الحداد وما نحتاجش ان احنا نقتل الايرون جولمز ونخليهم يا عيال موجودين يمكن يحموا القريه من اي زومبيزو او اي حاجه ممكن تيجي. وبسم الله خلينا نبدا. خلونا دلوقتي ندور طبعا زي ما انتم شايفين ساس تحتيه لان ساس هيفضل تحتيه كده لان ساس عيال اسطوره اجدع اخ في الدنيا دي كلها. واللي موافق يضغط لايك ويشترك في القناه بجد احسن انسان شفته في حياتي. انا شايف ان هو تحت قاعد ايوه 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 براحتك براحتك براحتك. اوكي خلونا ندور دلوقتي على المكان اللي موجود فيه الكروي اللي هو عيال اللي هو الحداد ده عارفينه اللي بيبقى على طول عنده شيست ده والشيست بتاعه دايما بيبقى فيه اغراض اسطوريه. والله انا كنت لسه شايفه بامانه يعني بامانه. ساس دور عليه كويس يعني عايز تقول لي ان هو هنا. ايوه موجود والله انا متاكد 100% ان انا شفته وانا جاي من هنا. بس المشكله ان انا مش عارف يعني هو اللي هناك ده ولا اتوقع يعني هنا في تشست. اتوقع ايوه اتوقع هو البيت ده. بس انا تخيلت ان البيت ده نفس عمدان بيت اللي هو الحداد اهو. ايوه البيت ده لا لا البيت ده مش بيت الحداد. هو ده لا لا مش بيت الحداد واللي جنبه ده مش بيت الحداد. ايوه مش بيت الحداد. انا كنت مفكره هو الصراحه بس ما طلعش هو في الاخر. المهم قال مش مشكله وذاتس سو ايزي ماي براذر ابو التحسيح. دلوقتي اللي احنا عايزين نعمل بلو بس ان احنا نجيب بس شويه خشب شويه خشب هنعمل بيكاكس هنعمل اكس مش بيكاكس ليه اكس اساس قول لهم ليه اساس عشان الاكس. ايوه عشان نقتل الايرون جولم ومن الايرون جولم ايوه نجيب بيكاكس ايرون عشان نكسر الكلي. ايوه وكمان نكسر الدايموند. جدع والله العظيم يا عالم انا معايا ابو السحسيح كده من... يا ولد يعلم بلد ابو السحسيح كمان وكمان كده نخلي محمود رجول كده. اوكي انا هروح ادعك الايرون جولم ده وفي ايرون جولم تحت تمام فانت هسيب لك الايرون جولم اللي تحت. اوكي احنا ديفيكالتي بيسفول الحمد لله. عندي يلد موت 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 توت توت. اوكي 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 خلاص خلاص مات مات مات. اروح اضرب لك التاني شويه برضه عقبال ما انت تخلص دوت. اتوقع ان شاء الله يطلع لنا بس اربع حبات. اوكي كام حبايه؟ خمسه خمسه ابو السحسيح. لو البتاع جاب خمسه يبقى هنعمل اتنين بيكاكس وهيبقى معانا اربعه كمان ممكن نعمل بيهم ايه تاني اللي ممكن احتاجه بعد كده. التاني تحت دوت ولا فين؟ التاني هتلاقيه في الكهف تحت كده واقع تحت فاهم؟ اوكي تعالى هنا هنا اتوقع. تعالى ولا مالك يالا؟ ايوه اديله مالك يالا اديله بيكاكس بتاعك كسر الاكس بتاعك كسر. مالك يالا اضربه مالك اضرب اضرب موت دمر يالا موت. 10 10 5 ايزي. انت معاك خمسة؟ انا بحسب الدبل انا بحسب الدبله كده الله يسامحك. لا اوكي كويس جدا يا عيال. محتاجين كرافتنج تيبل لو معاك كرافتنج معايا. تعال يا لا تعال حط لي الكرافتنج تيبل. طيب حط لي الكرافتنج تيبل. ايوه اوكي خلينا نعمل لنا عيال خلينا نعمل لنا اتنين بيكاكس. اوكي بيكاكس الو
بيكاكس. اوكي بيكاكس طلع. تعالى. ايوه تمام. عايزين بيكاكس كمان. تمام. اوكي لا لا مش كده خمسه. ايه خمسه كمان. حلوين جدا خليهم معاك. تمام استنى بس هعمل لي حاجه حلوه كده دلوقتي. تعمل ايه كل ده في بيكاكس يا فاشل؟ بعمل اكسو بيكاكس. اوكي طب فاشل يعني. اوكي تمام اوكي خلاص كده كويس. هبدا خد ابو السحسيح. خد جيف مي ليتس جو ماي براذر. يلا نهائي ولا بعدها. يلا انزل كاف عاد. لا كاف ولا كلي الاول؟ ها كلية سريع خلاص كده. خلاص يلا عيال يلا عيال هنخش القرية نتدغدغ الكلية كله. انتش مش عايز ولا حبات كلية في القرية. اوكي هنشيل لهم الكلية كله. مش عارف ايه الفكرة في كده. اتوقع ان هم يحدثوا حاجة في اللعبة. بس نشيل لهم العمدان ولا بس العمدان والبيوت. العمدان والبيوت هتلاقي في البيوت كده. في الارض كمان يعني خلي بالك عشان ممكن تلاقي في الارض. فشيل في الارض. هم عاملين زي سجادة كده في الارض يا عيال. احنا نشيلهم كلها. مش مهم ان احنا ناخد البلوكات او ناخد له البلوكات بالمرة بحيث ان هو ما يبقاش عنده حجة. يمكن يقول لك ارجع هات لي البلوكات. فمش عايزين يبقى عندنا مشاكل وكده. المهم سحس هيجمع في المنطقة دي وانا اجمع في المنطقة دي ونخلص كل البلوكات اللي موجودة هنا بكل سهولة. سحس في الطرق. ايه يما نجري يلا ده وضعية النحش كده قال. اوكي يلا بسم الله خلونا نكمل بقية التجميع. زي ما انتم شايفين كده خلاص كده كويس جدا. يعني تقريبا خلصنا تلات ارباع القرية. محمود ما سمحتك سير بالسنان. عايز تكسر بسنانك مفيش مشكلة بس اهم حاجة تجيب البلوكات ما تكسرهاش لا نهائيا فاهم. جيب البلوكات معاك. اوكي يلا بسم الله خلونا نكمل. يعني بتاكل بسرعة. خلاص خلاص اشتغل بسنانك كده. اشتغل اشتغل بسنانك. تين اصلا عارف الكلية عبارة عن تينة. اوكي اشتغل ابو سعد مش مشكلة. التين بغسل سنانك. هو انت مش بتغسل سنانك يا سحس؟ لا ايه غسيل سنان ده؟ ما عشان انت عايش في المجاري وكده يعني ما تعرفش حاجه اسمها غسيل سنان؟ اوكي كسر كسر كسر. اوه والله كتير سحس كتير جدا يا اخي. المهمه دي طب بقول لك ايه؟ اسيب لك انا موضوع الكلي ده وانزل انا ادور على دايموند. انت روح دور على الدايموند طيب. كده وبص طيب طيب بسم الله هتطلع ب 20 هطلع لك ب 20 حبه ما تقلقش. اوكي يلا بسم الله ننزل لحد الطبقه يا شباب ال 11. احنا حاليا في الطبقه ال 42 41 هننزل لحد الطبقه ال 11 زي ما انتم شايفين بس هي تحت صورتي او تحت فيس كام بتاعي فاتوقع ان انتم مش هتاخدوا بالكم منها. زي ما انتم شايفين دلوقتي في الطبقه ال 30 هنزل لحد الطبقه ال 11 27 26 25 24 23 22 21 20 مسكلي كده بعد السلام عليكم. اوكي يلا بسم الله كده 13 12 11 كده كويس جدا يا عيال. دلوقتي احنا في الطبقه اللي المفروض 100% فيها دايموند. طلب مننا 6 حبات دايموند سو ايزي. 6 حبات دايموند احنا بنجيبهم واحنا اصلا نازلين في الكاف كده عشوائيا بدون ما احنا محتاجين الدايموند. اتمنى يعني ان احنا نلاقي الدايموند ده. خلاص بس نبص بصه كده من بعيد ونبص بصه يمنا برضو. ليه بقى انا بعمل الحركه دي؟ حركه استراتيجيه ومش بيعملها اي يوتيوبر عشان يكشف عن الدايموند اللي موجود في الاماكن هنا. شفتها من يوتيوبر عربي عيال اسمه زياب. انا بحب زياب جدا على فكره. وطبعا زياب هو اللي معلمني الفكره الاسطوريه ديت وانك لازم بدء ما تنزل الطبقه 11 تكسر يمينك وشمالك وفوقك وتحتك وكل حته كده عشان تعرف المكان الله. اللي المفروض ان انت تجيب منه دايموند. واكيد زياب واخدها من يوتيوبر اجنبي. اوكي بتقول ايه يعني بجد والله يعني دي طريقه ماخوذه قصدي يا ابني الصراحه معروفه اصلا من زمان. انا اتعلمتها من الفيديو بتاعه من سنه تقريبا اول ما الزر ده نزل. بس يا فاشل انت بتشتمني على فكره. انت تحت ممكن اضربك ماشي ولا ماشي انت تحت. بص واحده كده ولا بص ليش يا ولا والله العظيم بص هجيب البيبسي ده امي نزله عليك كده ينزل عليك ولا كلم شلب عادي. يلا بسم الله خلاص نكمل تكسير عيال وباذن الله نلاقي الدايموند في اقرب وقت. هم 6 حبات سو ايزي ماي براذر. هو طلب 6 حبات والكلي وايه تاني؟ و20 سمكايه بالظبط. او ماي جاد دي اللي ممكن بقى نطول فيها. لا او مش هنطول. لا لا احنا نعمل سيف وننزل نقتلهم بالميه. يلا اوكي اوكي انا في بلوكات وانا في بلوكات يمين وشمال في بلوكات قويه جدا مش مشكله. يلا بينا اخش كاف وارجع لكم. لحد دلوقتي صاحبنا اللي تحت دوت قاعد لحد دلوقتي بيعمل الكلي اللي فوق وانا يا دوبك خلاص بدور على دايموند في المنطقه ديت. يا رب المنطقه كلها لافا وميه. انا تعبت وانت حيو ايه ده في انا لقيت دايموند. ايه ايه لقيت دايموند ده يا ابن الهي. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تمن حبات دايموند.
اوه ماي جاد بتاعت دي يا اوه ماي جاد اوه ماي جاد 100% اوكي خلينا نطلع بقى ساس ونبي سحبنا عندك يا ساس سحبنا عندك بص سحبني غمض عليك يلا غمضت انا 3 2 1 اند اكشن اوكي تسحب تمام بسم الله خلاص يا عيال بقى نجهز وضعنا كده ونجهز نفسنا انت كده خلصت كل حاجه كل اللي احنا محتاجينه 20 سمكيه وسهله جدا الصراحه يعني احنا كل اللي محتاجينه نهر يكون قريب من هنا اقول لك انا اللي احنا محتاجينه بقول لك يا ساس انت تنزل انت تجيبهم لان انا عايزك تجيبهم بسرعه جدا يعني انت فاهم انا هجيب شويه وانت تجيب شويه عايزك كده تنزل البحر اسمع مني اوكي يلا بسم الله اوكي خلاص نشوف ولا في سمك هنا طب بالله عليك انا هقول لك الحل طب بالله عليك تعال انت هنا انا نزلت بخمسة نزلت لك بس الماء بخمسة طب استنى طيب ما اشوف مجموعة سمك ونزل لهم اوكي شوف مجموعة سمك اقول لك سحس كده كده بيبقى في سمك اصلا كده احنا بنجيبه من الصنارة بيبقاش متشاف اهو تعال انزل هنا انزل هات دول 1 2 3 4 5 6 7 يعني 7 و7 14 حلوين جدا ابو السحسيح ولو لقيت تاني هاته الكاستف ده لو لقيت تاني هاته الكاستف ده همسكها اقتلك اهو رقضة بس لا لا ما ترقضهاش انا عايزها سليمة سليمة ساس إيه سليمة سليمة يا ساس هات السمكة السليمة يا شباب ده عايز ياكل السمك وانا لقيت مجموعة تانية الناحية التانية اكتر منها بكتير هنزل عليهم برضو يمكن اربعة او احنا محتاجين ثلاثة كمان بس هما الثلاثة دول سبحان الله خمسة تحس ان اللعبة منزلهم لنا كده سبعة واحد اثنين ثلاثة ثلاث حبات اهم ليتو اربعة يب. خمسة ستة خد ثلاث حبات كده انت معاك 14 اتوقع سبعة سبعة يا هاكر طب هات 17 سبعة انا عايز 17 17 طيب انا معايا خلاص في تاني هنا اوكي في تاني هنا ايوه هنا اوكي تعالي على بقى كده تعالي تمام كده معايا خمسة اوكي كده حلو جدا الستة معايا 18 حلوين جدا وانا معايا ستة سبعة حلوين نايس نايس يلا تعالى تعالى ارجع ابو سحسيح ارجع تراجع 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 ابو سحسيح في قطة أيوة عندك في قطة عندك في قطة يلا يلا بسم الله خلونا نروح هناك بسم الله الرحمن الرحيم هنخش على طول هنديهم الحاجة اهو ريوارد ايه ده شوف سحس شال الكلي كله نسي يشيل الكلي اللي عند الكروي اوكي نشيله احنا كده ها والله نسيت شيل الكلي اللي عند الكروي والله شلته انا شلته انا شلته شو ثلاثة حط ريواردز حط شوية الكلي دول حط معاهم الدايمن حط معاهم الاكس والبيكاكس مش ولا خليهم معايا تمام وحط له حبايه الايمر ست حبايات سمك تعالوا سحس حط له بقيه الحاجه عشان نقدر ناخد البوشن حط له بقيه الحاجه يلا 3 2 1 هاتو بقولك على كلمه بقولك على كلمه اشرب نص بقولك على كلمه لا بص وريك يا شكله عادي زي البوشنات العاديه جدا والصراحه يعني اكيد 100% عيال يعني هم مش لا 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 سحس ما تهزرش اجري يلا انت سحس بتهزر سحس مشكله مش كل مره سحس تاخده وتجري اجري يلا انا مش عارف والله العظيم يا عاد سحس اصلا بيهزر يعني هو كل شويه ياخد كده البوشن وياخده ويجري إيه؟ انا 100 مره المره مليون اقول إيه يا سحس ما تاخدش إيه ام البوشن ت... ايه اجري يلا يا محمود اجري يلا اجري يلا هو فين ده يا عيال والله العظيم انا خرج ساب الكاميرا وخرج وجري انا مش عارف هو اللي بيعمله ساب الفيديو وساب كل حاجه وجري وقاعد بيهزر يعني انا الصراحه مش عارف اعمل ايه والمشكله ان هو يتحول يعني يشرب البوشن كله معناه ان هو يبقى شرير مش كويس وبعدين دي زوجة يعني بنت عايز يشرب بوش عايز يتحول لبنت سحس انا مش فاهم والله العظيم اوكي نبص في القرية كويس واجري فين جري كده اتوقع يمين هناك مش عارف والله بس خلونا نشوفه كده ندور عليه هنا شباب بجد يعني انتوا شايفين ان هو اللي عمله ده غلط صح طب اللي بيوافق الرأي بتاعي ان هو ما يشربش البوشن كل مرة يضغط لايك ويشترك في القناة ويفعل زر يا سحس انت صاحبي ارجع انت بتهزر يا عم يا ربي بقى انا مش عايز كده سحس تعالى سحس تعالى سحس مش تعالى تتموتني تعالى سحس احنا اصحاب لا 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 طلعوني من هنا طلعوني من هنا انا هروح انط في البير ولا صاحبي ولا مش صاحبي والسلام عليكم ورحمة الله ايه ده مليون جنيه
عايش لا يخاف من الحروب محبوب من الصغار عشان كده خاطف القلوب مك مليون احنا سوا عيلة مش جمهور بيكو بنصنع المتعة بنعمل من الضحكة فنون مك مليون.